إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا كان هذه المسألة كلها إلا زيادة في السعر، لأن الدولار صنف والصك أو النقد من جهة أخرى صنف آخر، سواء كان الدولار بستة أو بستة ونصف لا يختلف. لكن الذي كنا دائما نحذر منه عندما يباع بالصك أن صاحب الدولار يعني متواطي هو والجهة الأخرى، لأنه عندما يشترى الصك بالدولار كان ما فيش يعني طرف ثالث، مجرد أن صاحب الدولار عند من يخلص له لله في لله الصك ويحول له نقد، إذا كان هذا هي المسألة فهو جائز. وإذا كان هناك طرف آخر تدفع له رشوة ولا في تواطؤ بينه وبينه بحيث يعني يعود المال إلى شخص، الشخص نفسه اللي عنده الكاش، فهذا بعد ذلك يصير من بيع، إما بيع برشوة أو من بيع العين المحرم. لكن إذا كان شخص بين شخصين فقط، واللي باع الدولار لما يأخذ الصك هو نفسه عنده، كيف يستطيع يطلع السيولة دون أن يتواطى مع شخص آخر أو دون ما يدفع رشوة؟ لا حرج أن يكون يباع الدولار بستة ولا بسبعة ولا بمبلغ آخر عند الاتفاق يعني.